السلام عليكم خوتي خواتاتي، صباح الخير عليكم. صباح جديد ويوم جديد ان شاء الله. دابا اول حاجه غنديروا هي نراقبوا الكتاكيت اللي هما كما على عينيكم، يعني دجاجه واحده مقابله تقريبا 60 فلوس، يعني حاولوا يعني تختصروا بهذه الطريقه يعني باش الدجاج ينوض يبيض لكم. مثلا اي دجاجه ولدت يعني كتحط وليداتها مع ماشي دجاجه اخرى، يعني هي اللي كتخلي مقابله لك الكتاكيت والاخرى كتلقى تبيض. يعني هي كما كتشوفوا تبارك الله وصلت على النبي. شوفوا الكتاكيت ديالنا هيا تبارك الله، هادو ما بين لان عندي مخلطين هنايا، لان تبارك الله اي كتكوت كما خلق جديد كنعطيه له، يعني كتستقبله بقلب رحب. فهمتي هما تبارك الله هنايا، شوف يعني كاين اللي عنده 20 يوم، كاين اللي عنده 15 يوم، كاين اللي عنده 2 سيمانه، كاين اللي عنده كاين واحد جوج عاد حطيتهم البارح بحال عندهم واحد 3 ايام، كاين اللي عنده شهر هنايا. فهمتي من بعد خوتي دابا نعطيهم يشربوا. خوتي كما كتشوفوا كنبدلهم الماء، هذه البصله بحال ما كتشوفوا، هذه البصله كنعطيها للكتاكيت يعني كتحميهم من المرض، من بزاف ديال الامور. يعني كاين اللي كيدير البصله حتى كيمرض الدجاج ولا كيمرض الكتاكيت ولا هذا، هذه بصله يعني يعني حاولوا تخليوها في النظام الغذائي اليومي ديال الكتاكيت والدجاج. حتى اللي ما قادش يديرها مثلا يوميا ولا هذا، على الاقل جوج مرات في السيمانه، ثلاثه مرات في السيمانه، نهار او نهار لا ولا شي حاجه. ها انت شوف تبارك الله كيفاش كياكلوها. اوكي شوف تبارك الله. وبالنسبه للبصله كتزيد حتى في المنتوج ديال البيض ديال الدجاج. وبالنسبه للكتاكيت ها انتم كتشوفوا تبارك الله كيفاش كيديروا لها ياكلوها. البصله تبارك الله كتحمي من الامراض. و دابا كما كتشوفوا خوتي عندي لهم الماء، اسمحوا لي راه ما عندي كيفاش كندير نصور انا بوحدي. كما كتشوفوا اخوتي هنا بدلت الماء للكتاكيت ديالنا، ها هما كما كتشوفوا. يعني الماء تقريبا كنبدلو جوج مرات في النهار، خصوصا مع الحال السخون دابا وداكشي، يعني مره في الصباح ومره في العشيه. وهنايا مصايب لهم هاد الخم هذا، يعني غير صغيور ماشي كبير بزاف، يعني تي يعني صغيور ديال الطوب، فهمتيني باش ما كان هكا، يعني باش ما كاين الحيوانات الزاحفه اللي كتاكل الكتاكيت، يعني كيكون باقي مع الدجاجه بحرا حضنت بحرا فقصات وداكشي، يعني الا بقى ولا هذا كتجي بحال ما كنقول لكم الحيوانات الزاحفه والحشرات، مثلا مثل بحال الطبات، بحال الثعابين، بحال فرط الخيل، فهمتي كياكلوهم. وما خوتي كما بدلنا الماء دابا غنمشيو للقاطع ديالنا غنعطيوهم حتى هما، غنبدلو لهم الماء ونعطيهم شويه ديال الماكله ياكلو. واخا خوتي باش نتلاقاو مع القاطع ديالنا. كما كتشوفوا خوتي هذا هو القاطع ديالنا الكبير، ها هو كما كتشوفوا تبارك الله، ها هما القاطع ديالنا. وسمحوا لي خوتي على هذه الفوضى، يعني راه عيل الوقت ما كاينش باش ننقي هذا الشيء وهذا،
يعني ان شاء الله غيكون وقيت عن نقي هذه الحاله هذه. اسمحوا لي على هذه الفوضى كما كتشوفوا. المهم خوتي دابا غنمشيو نبدلوا الماء للقاطع الكبير. ها هو هذه غنغسلوها نغسلو الماء شي مزيان، لان النظافه مهمه خوتي. نغسلو القطع ديالنا بحكم اخوتي كاين الحراره. دابا كنحاولوا نحطوا هادشي في الظل فهمتي. شوفوا خوتي كبوا من مويها ها هما الجوجات ديالنا تبارك الله. هما يجيو يتبرعوا مع راسهم في مويها بارده. ها هو خوتي من بعد اخوتي ما كبينا لهم الماء، من بعد ما كبينا لهم الماء ديال بدلنا لهم الماء ديال الشرب هنا واحد نص ساعه ان شاء الله، يعني عيت بلا شرب ولا هذا، يعني نعطيهم الماكله فهمتي. نعطيهم الماكله يعني حاولوا خوتي ديروا تطبقوا هذه القضيه دائما. الدجاج ملي تنوض في الصباح اعطيه يشرب، وإلا خديتي كيفاش تعطيه مثلا البصله مخلطه مع الماء او البصله بوحدها ياكلها هي افضل. ومن بعد واحد نص ساعه ولا كاع ساعه عاد اعطيه ياكل. كما كتشوفوا اخوتي اش كنقول لكم انا البصله مهمه للدجاج. ها انت اخوتي تبارك الله شوفوا البيض، ها هو عاف الارض كتلوح كيلوح الدجاج. ها انتم اخوتي اخوتي تبارك الله انتم اخوتي انتم اخوتي ها هو تبارك الله القاطع ديالنا هو كيشرب. خوتي دابا بلا تلقينا ان شاء الله واحد شويه نعطيو الدجاج ياكل. تلقاو من بعد اخوتي فاش نعطينا الدجاج ديالنا يشربوا، دابا غنعطيهم شويه ديال النقب ديال العلف فهمتي. ولا بعد ما دازت تقريبا شحال الساعه دابا تقريبا 45 دقيقه، يعني غنعطيهم دابا شويه ديال النقب ديال الدجاج ديال النقب ديال العلف. الكتاكيت ديالنا هما خوتي عطيناهم العلف ديالهم ها هو شويه ديال القط باش ياكلوا مع راسهم. وتبارك الله بحال ما كتشوفوا اخوتي ها الجوجه مقابله القاطع ديالها ديال الكتاكيت. تبارك الله ما ياكلوا دابا كتشوفوا اخوتي. دابا من بعد ما عطينا القاطع ديال الصغار انهم ياكلوا، من بعد عطيناهم يشربوا وعطيناهم دابا ياكلوا، غنمشيو للقاطع ديالنا ان شاء الله الكبير باش غنعطيوه حتى هو ياكل. من بعد ما عطيناه يشرب تقريبا دابا دازت قول 50 دقيقه،
هو نعطيوه ياكل. يلا تلاقاو اخوتي في القطع ديالنا الكبير ان شاء الله باش يعطيوه ياكل. اخوتي بحما سبق لي ذكرت لكم دابا حنا مشينا للقطع ديالنا الكبير، ها هو هذا هو الكوري داخل، هذا هو الكوري ديالهم هنايا في كيبيتو. شوف تبارك الله تبارك الله، هذا القطع ديالنا بدا نعطيهم ياكلوا. انتم اخوتي هما تبارك الله من بعد ما شربوا مزيان وداك الشيء هما تبارك الله كياكلوا. ها هو القطع ديالنا كياكل. شوف تبارك الله اخوتي، شتي كنذكر لكم انكم يعني تحاولوا ديروا هذا النظام هذا ديال 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 يعني تعطيهم يشربوا من بعد واحد نص ساعه ولا ساعه عاد تعطيهم ياكلوا، فهمتي؟ باش تبارك الله كياكلوا مزيان، فهمتي ولا؟ وبحال ما قلت لكم عاوتاني سبق لي ذكرت لكم ان القضيه ديال البصله، البصله مهمه للقطيع، مهمه للكتاكيت، مهمه للدجاج الكبير البياض. انتم اخوتي بحال ما سبق لي وريتكم ان تبارك الله البيض كيتحطع في كيبيضوا عف في هذا كيكونوا كياكلوا كيبيضوا تبارك الله. وتبارك الله القطع ديالنا اخوتي كياكل. والسلام عليكم ورحمة الله، ونتلاقاو في يوم جديد وفيديو جديد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.